مع افتتاح صالون الكتابة المدرسي بالعاصمة، توجه جموع الأولياء وحتى التلاميذ لاقتناء الكتب الجديدة خوفا من عدم توفرها في المؤسسات التعليمية. فرغم تأكيد الوزارة الوصية والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية على توفر الكتب الجديدة، إلا أن الخوف يسيطر على الأولياء. هاجر زليلف والتفاصيل. هنا منذ الصبيحة والأولياء رفقة أبنائهم يتوافدون للصالون من أجل اقتناء الكتاب المدرسي بسبب عدم توفره خارجا حسبهم. نحب هذا لو أنه هذا المعرض هذا كان يدوره مثلا 20 جور 20 يوم قبل الدخول المدرسي. والله قصيرة بزاف، أنا بطلنا الخدمة، الواحد يبطل الخدمة واللي جاي على الكتب وكذا وسع، كان يتسمى هذه الأمور تندار من قبل شوي. أعرض يكونوا زيادة، حاجة زيادة للناس باش تزيد ما لقاش تما كيصيب هنا ولا معرض يجي يتجول ماشي ترغمني باش تغلق لي بوان دو فونت وتجيبني لهنا باش تعمر الغاشي باش تحل المعرض تاعك. عند منتصف النهار سمح لهم بالولوج للصالون، تهافت كبير على الكتاب وكأنه عملة نادرة أو أن الكوطة على وشك الانتهاء. ومن بعد الهامش يجي الدبجال الاخر والكتابات ما كانش، جي شي واحد وكان 1000 واحد او يستنى. رحنا في المشيد بعثنا مدير قالت لك ما كانش في المشيد، روحوا شوفوا دبروا راسكم. ما يقدروش يبيعوا لا اليوم لا غدوه لا غدوه، باسكو الناس اللي مازال في ارجي كامل مازال يسمعوا بهذه البلاصه هذا ما راحش فرا. حتى وكدير 10 10 من بعد ما تفراش، لازمها تنظيم داخل المؤسسات. أزيد من 800 نقطة بيع كلفت بهذه المهمة، ضف إلى هذا الأساتذة والتلاميذ ليسوا بحاجة للكتاب إلا بعد مرور فترة وجيزة. دونك معناتها ما خصنا نقلقوا في هذا الميدان، أولا وجود راه كاين، ثانيا في سبتمبر الأساتذة ما يبداوش مباشرة باستعمال الكتاب المدرسي. على داك الشيء ما خش الناس تتقلق. تهافت وإقبال واسع على الكتاب عشية الدخول المدرسي، هل الخلل في تأخر توزيع الكتاب أم أن التخوف من عدم توفره هو السبب؟